أعزائي متابعي ومشاهدي قناتي الكرام، السلام عليكم أينما كنتم. تحياتي لكم واشتياقي لقطاعي لفترة حدود 11 يوم الآن، وأحب أقولكم آسف على التأخير. الرد لجميع المتابعين والمشاهدين الكرام، وذلك لأن والدتي ترقد المستشفى وأنا معها منذ فترة 10 أيام، ولا أعرف متى سوف أعود لمتابعة أنشطة القناة والإجابة على أسئلتكم. أعذروني، وأتمنى أن تشوفون الأفلام الموجودة السابقة وتستفادوا من عدها بتربية البلابل. يعني ما أعرف شحكي أو أقول، متألم لأنه ماكو عز من الوالدين، والوالدة هي اللي بقت لي وأني وياها بالمستشفى. أتمنى لكم حياة سعيدة وأوقات، والله يحفظ الأهل جميعا، وأتمنى لكم كل الخير والموفقية، وإن شاء الله عندما تخرج من المستشفى سوف أتابع نشاطي بالقناة. ومرة الأخرى أقول لكم اعذروني عن عدم الإجابة لأي سؤال، لأنه ما عندي وقت، فقط الاهتمام بالوالدة ما أقول لكم غير أتمنى الشفاء للجميع، وأتمنى لكم كل الخير والموفقية بحياتكم، ودمتم في رعاية الله.